الآب السماوي ينتظر عودتك. Notre Père céleste attend notre retour. بسم الآب والابن والروح القدس آمين. C'est pour nos chers francophones et français parmi nous, vous pouvez nous suivre sur l'écran pour un peu, voilà, économiser le temps de ne pas faire deux homélies, une en arabe et une en français. Alors j'ai essayé de d'écrire toute mon homélie en français, vous pouvez la voir, le revoir aussi sur notre page Facebook. إخوتي الأحبة، هالمثل كلكم بتعرفوا. وهالمثل الرائع هو أيقونة رائعة لثالوث مهم، الآب والابن الصغير الخاطي والابن الكبير القلب المتحجر. الآب ينتظر. هالفكرة إخوتي مهمة جدا بالحياة اللاهوتية. الآب ينتظرنا بألم كبير، بألم الحب ينتظر. في كثير من الديانات تعتبر حالها من الديانات السماوية أيضا، ترفض هذه الفكرة وتعطي للآب للخالق، حتى ما بتسميه آب بالمرة، بترفض هذه التسمية الأبوة للآب لله. الله الخالق هو الأحد الصمد يلي هو قاعد هيك بمطرح مسكر كله سوا، ومطرح منفصل نهائيا عن البشر، ولا يستطيع أن يتدخل تدخل بقلب البشر، منفصل نهائيا، لا يتألم، ولكن ينتصر البشر في النهاية بالدينونة، تيدينهم بالنهاية، وهودي بوصلهم على جنة، وهيدوليك على جهنم. نحن تبع الله بمفهومنا المسيحي، منه هيك اخواتي. بمفهومنا المسيحي الله هو اب حنون رحوم غفور، اب ينتظر اولاده اللي هن نحن، مش بس اللي تعمدنا بالمسيح بجعل الكنيسه، انتظر كل الخلائق اللي اوجدها بهالوجود ليرجعوا له ويعطيهم الفرح الابدي والملكوت السماوي. الله عنده عدالة، بس عدالته إخوتي مشربة بالرحمة والحب، ما عنده هيك مثل الشريعة القديمة عدالة واحد اثنين، أو مثل عدالتنا على الأرض يحكم عليه بالحبس أو بالإجرام أو بالنفي أو ما بعرف شو أو بالإعدام. الله أكيد قلبه كله حبه ورحمة وعدالة، ولكن ما فينا نستغل حب الله ورحمة الله ونعمل بدنا اياه. نرجع نقول له يا رب افتح يا حبيبي، انا فهمتك، بعثت لك ناس بتحد منك، ليش ما ضميرك وعي وتبت؟ جاي هلا باخر لحظة كنت عم تستفيد وعم تستغل حبي وتعمل الشرور والفساد بهالدنيا، هلا جاي في عدالة الرحمة، بس بضل في عدالة. عشان هيك اخواتي اليوم نحن بدنا نتامل بهالابنين اللي هن صورتين مهمين لكل واحد منا. اول صورة، الاب ينتظر الابن الاصغر، الابن الذي شطر ثروته، يلي شطر الثروة، قال له لبيو بدي انا الميراث تبعولي، قصدي بالإغتاج تبعولي. ومهمة هيك الفكرة، إنه يعني بالنسبة لإله بيو مات، بيو خلص، شطر العلاقة بينه وبين الآب، بينه وبين بيو قديش صعبة. ما بعرف إذا حدا من البيات هون أو الأمات هيك إجا بيو ابنه قال له أنا ما بقى بدي إياك، أنا أعطيني حصتي بدي روح، بدي أنا مش مبسوط عايش معك، انت معيشني ما بعرف كيف وما بعرف كيف، في قوانين في قصص وفي حكايات ما بقى بدي. تخيلوا قديش وجع البيت هون، قديش صعب، قديش صعب. هيدا الشاطر الذي شطر
وراح أخذ هالمصاري كلها وهالورثة كلها، كل الغنى اللي ربنا عطيه، كل الغنى، مش بس غنينا إخوتي مادي، غنينا كتير، جمالنا، صحتنا، كل شي فينا من مواهب، من ذكاء، من علم، هيدا كله ورثة أخذناه من ربنا. قديش الواحد قليل الجميل شطر كل شي وأخذ كل هالورثة واعتبرها هي منه ولإله، منه ولإله، مش من بيوك، منه ولإله، وراح صرفها بحالة الطيش والخطية. قديش في ناس اليوم عم يصرفوا مواهب ربنا، جسدهم وروحهم وعقلهم وتفكيرهم كل شيء، قديش في ناس عم يصرفوا هالغنى اللي عطينا يا ربنا بالقمار، بالزعبرة، بالفساد، بالسرقة، بالتسلط، مثل ما يعيشوا السلطة بيعيشوا التسلط، ويعيشوا قدراتهم وكل طاقاتهم عم بيحطوها للشر، هيدمروا هالبشرية. قديش في ناس مازال هيك، بتعرفوا لو هتلر هالإنسان هيدا كل الطاقات اللي فيه مازال ما يحولها، كان عن جد مازال ما قتل هالملايين وعمل هالحروب، كان في هالطاقات كلها تبعه يعمر عالم كله، يعمر العالم كله. بس كل إنسان منا يفحص ضميره، هالورثة اللي أخذها من الله شو عم يعمل فيها؟ وين عم يصرفها؟ هيدا أساس. ولكن كل إنسان بيصرف ورثة الله اللي فيه، كل الغنى اللي عطيه الله فيه، بيوصل مع الخنازير. والخنازير بالعهد القديم يعني هن المدنسين، هي الدنس، هي الوساخة، هي الجي والألعاب والوحي. كل إنسان إخوان بيوصل بيصرف نعمة الله اللي فيه للشر، وبيحط كل هالطاقة الإلهية اللي ربنا عطينا إياها يستخدمها للشر، بده يوصل للحالة المرتبة جدا. إذا ما كان خسر مصرياته مش هيدا الموضوع، يمكن يكون معه مصاري وعايش بأحلى قصر، بس ولكن هو مش حاسس حاله عايش بجيد، بيفقد الفرح، بيفقد الرجاء، بيفقد الإيمان، بيصير حاسس حاله مشوي. لو حتى كل الأشياء اللي حول منه نظيفة ومرتبة كل شيء على زوجه، قديش صعبة هالحالة اللي بتوصلنا إياها، هي بالصرف الأشياء اللي فينا للخطية والشر. بس هيدا الإنسان الطفل الابن الصغير ما ترك حاله بهالحالة، قام فأقوم وأمضي إلى هيدا القيام اللي بيدعينا اياها الرب اليوم بزمن الصام. قم، ما تضلك بالوحل اللي انت عايش فيه، قم، قم من موت الخطيه ورجع لعند بيك. ما تخاف، ما تخاف، لك انت اللي عايشه عند بيك، لك الاجير اللي خادم عايش احسن منك، عايش بالتنعم بالنعمه اكثر منك بقصر الحياه الابديه. بيقوم وبيرجع. الرجوع إخوتي هي فضيلة ونعمة وقوة. كل إنسان منا قاعد على الموت هوني بيقول أنا بدي قوم، بدي روح البي السماوي عند هالبي اللي بعرفه، بي رائع، بي حنون، قلبه قلب أم وقلب بي، فيه من الحنان، من الفايد، فيه من الرحمة، من الفايد اللي هو أعظم من خطايا كل البشر. أنا بدي قوم وروح أعتري بخطاياي قدامه، بدي أقول له أنا ما بستحق كل لك ابن يا رب، أنت يا رب اجعلني مثل أصغر واحد في الملكوت، بس خدني لعندك، خليني ضمني لإلك، ما بقى بدي أعيش بهالمسيخة الخطية بحياتي. قديش مهمة هيدي أو هيك، قوم يعني قوم، هز حالك، روح اعترف، جدد قلبك، خود الحل بكرسي الاعتراف. هيدا هو الصوم، هيدا هو الصوم. اكيد عم بتصوم، عم تمنع حيلك على الاكل، رائع بطل، ولكن مش هيدا بس، هيك قوم اعترف بخطاياك، نظف قلبك، نظف حياتك، حس انه انت رح يرجع البيت ولك يضمك، بس يشوفك عن بعيد. انا بكرسي الاعتراف بس يجي لعندي حدا بتذكر المشهد الرائع، مشهد رائع،
ياي تخيلوه معي وجاي الابن من بعيد من بعيد الباقي من بعيد متهجم عليه هو قديش الخور بكرسي الاحترام بس يفوت لعنده حدا قديش بده يهجم عليه بحب بحنين مش بلش الخور يسب فيه وليش هيك عملت وليش هيك لا مش هيك لازم يعمل بقول له حبيبي انت لك انت حبيبي ناطرك من زمان لك انت بحبك من صميم قلبي تعا يا حبيبي رحمة الله كلها رح بتغسلك ما تخاف اعترف بخطاياك وضم من كل قلبي لو فيني اغمر كل انسان هيك في قديس بيقول لو فيني اغمر كل انسان كل انسان بكرسي الاعتراف مثل ما غمروا البي لهالابن الصغير الخاطي واعطيه كل حنين قلب الله ما كنت بعصب قديش مهمة يا اخوان ما تخافوا الله بحبكم بس ما تموتوا بخطاياكم اذا بدريتوا ما تموتوا بخطاياكم ما حدا بيعرف اللحظة كل اليوم كل هالايام 40 40 40 وهالكوفيد هيك الدنيا زمن الموت مسميه بس هو زمن الموت من اجل القيامة عشان هيك اخواتي اليوم كل انسان ما يخاف اذا كنت ابن صغير مثله هيدا الابن ما تخاف ما تضل لك محلك قوم هز غير حياتك شد همتك كن بطل مع يسوع خليك هيك ابداي مع الرب ربنا رح يذبح العجل المسمن هو يسوع هيدا العجل المسمن اخوتي هيدا يسوع يسوع الحمل الذبيح يلي ربنا ابعته على الارض وجعله ذبيحه واعطانا دمه جسده تناكله ونخلص نخلص عشان هيك الذبيح القربان هيدا هو الحمل الذبيح بناكله تيعطينا فرحه الحياه الابديه رح يلبسنا ثياب جديده والخاتم كمان بإجرنا كله سوا ما نضل حافين مثل عبيد رح يلبسنا كل الحل الملوكي اللي فقدناها بالخطيه نحن ملوك فقدنا الحل الملوكي بخطيتنا لانه شطرنا عيلتنا بالاب واذا كنت مش من هيدا الاخ شخص انتبه تكون من الاب من الابن الكبير هونيك كمان قصه كبيره هالابن الكبير اخوتي كمان قصته عظيمه رفض توبة خيمة رفض رحمة الله لك عايش مع الله بس مش عايش بقلب الله قديش في ناس منا هون انا اول واحد عايشين بقلب كنيسة الله بس مش عايشين بقلب الله هيدا اصعب شيء كون عايش بالكنيسة وقلبي منه شبيه بقلب الله يا رب اجعل قلبي مستقر يا يسوع الوديع والمتواضع قلبي اجعل قلبي مستقر لك قلوبنا بتكون بالسايب حجرة بالشريعة مثل شريعة العهد القديم لك ما بنقبل واحد يكون عم يتوب لإلنا ما بنقبل كيف هيدا شو عم تعمل يا بالكنيسة واحد اجى قال لي مرة هيدي البنت بعرفها لك شو عم تعمل يا بالكنيسة قلت له ليه شفت هيدا الكلام اللي عم نحكي نيني هيدا كلام دينوني لإلك لك صلي لها إذا بتعرفها خاطئة وجاية على الكنيسة صلي لها تتوب تعترف وتقوم مش تقعد مد إيدك عليا لأنه إذا مديت إيدك عليا بتلاقي جايين عليك شو هالقلب محجر عليك ظبط قلبك طهر قلبك لين قلبك تيلتحق بالرب فتكون قاسي كون بطل بقلب أم بقلب رحيم إذا كنتوا أنتوا إخوتي اليوم هيك الناس بتحكموا بالدين والعالم على الطالة وعلى النازل اوعى جدد قلبك اعترف طهر قلبك اطلب من الرب يساعدك تكون قلبك حنون يتحد بقلب الله اوعى تقسي قلبك اوعى الله ما بيريد ابدا تصابت تطلع البيت ترجاه يتوسل اليه فوت يا حبيبي ما بدي اياك برا كل شيء الي والك يا حبيبي لك شو بيك يا شوف قلوب قاسي بهالدنيا وبالدين بهالعالم عن طالع عن الناس قلوب قاسي طمائر جليد مش
جلد ما بتعرف الرحمة. هيدا كيف بده يوصف هالسما؟ ما بعرف ما بعرف. إخوتي اليوم مدعومين لفحص دمين، أسئلة كتير. الآب ينتظر يتألم من الحب تتجي أنت تفوت على قلبه. وينك؟ وينك؟ عم تشعر بألم الله اللي بحبك؟ عم تشعر فيه قديش هو ناطرك لتفوت على قلبه وتعيش رحمة عظيمة وتتطهر من كل خطاياك وتحول قلبك المتحجر لقلب طاهر نقي لقلب كله رحمة؟ وينك انت؟ إذا كنت بعيد وبعدك بالخطية قوم، وإذا كنت عايش كمان معك برحيلك روعة. حاس قلبك مجلد؟ محجر؟ ولا هيك منيح؟ هيدا فحص الدم اليوم بدنا نعمله إخوتي بالصوم. قوم تلفنا الخوري جايين بدنا نعترف هلا، بدي اعترف هلا. لك الخوارني جلدون جلدون خليهم يشتغلوا ليل نهار. ما تقول ايه برفادي مشغول ما فينا ما بزعجك. اسال شي واحد يدفلني ويقول لي انا عم بزعجك ابونا بخير. ما ناطرك تزعجني، ما ناطرك انا بقلب قلب البيت ناطرك تزعجني. شو بدك؟ بدك تعترف تا هلا. هيدا فحص الدم يا اخوتي اللي لازم نعمله ونصلي من كل قلبنا تنعيش من كل قلبنا هيك بقلب الله.